السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. هذا أخوكم مازن من قناة مازن الألعاب. اليوم راح نكمل أنجري بيرد. وصلنا لغاية القلعة الثانية شايفين، وراح نكمل طريقنا إن شاء الله. مونتن ريورد طماطة، مكافأة جائزة طماطة. طيب راح نكمل نقلها باتل. شايفين والله قوي هذا، مو هين يعني الخنزير. يلا موت، ما مات. هلا روح بعد. كمان ليفل 6. خلنا ناخذ الجائزة. جيد، انجاز محقق، انجاز شائع. الآن ننقل اللي بعدها إن شاء الله. راح يشردون. شردوا، شايفين دشوا مثل حصن وراحوا انطلقوا. طيب جماعتي وينهم؟ بالمنطاد شردوا طبعا، حسوا قريبين عليهم. الان حصلنا بطل جديد، ماتيلدا اسمه، سترونج هيلر و اولسو باكس كوايت ابون. اي طبعا يقول عنده قبضة قوية ويشافي. سترونج هيلر يشافي راح اقول يس. صاروا عندنا 3 مقاتلين. طيب خلينا نشوف ال رجعت للمعطيات. انا راح اشوف سترونج هيلر، هذا هو. جيد، راح يلعب ويانا. اوكي نرجع. اذا طلع سترونج هيلر طبعا راح يفيدني اكمل بمشوار، باعتبار ان اتقدم مشين جديد. اذا صدق سترونج هيلر يعني اتقدم بمشوار. الورد 3 خشبات. اوكي اقولها بتل. ابطالي 3 صاروا شايفين. راح نهاجم الكبير اول شيء، او الصغير. هاجم الصغير نفتك منه. بغى الكبير لحاله، الكبير كل 3 هجمات عليه يهجم هجمة واحدة، معروف. شوف بورشن عندنا، بورشن هي عندي 10 بورشنات.
طيب ما اريدها الحين. بعد قطار ما راح ينتهي هو خلص. راح اخذ البورتين الضربة مع الفلفل. خلصنا عليه. الان نلعب باللي بالسبعة. الان عندنا اثنين شايفين. راح ابدي بذاك. ركز على واحد طبعا. ذاك يهجم ثلاثة، هذا يهجم اثنين، فما ادري اركز على هذا ولا اركز على ذاك. اركز على ذاك، خل نخلص منه. هذا قلت لكم يهجم اثنين شايفين. اخذ بورشن. واحدة للثاني قوية ضربتها، راح اخذ ثلاثة. يقول تسوق، ما اريد تسوق. سوق، ما اريد اسوق. هنكمل ضرباتنا. ها الفلفل جانا. هذا خطير الأحمر طبعا. الآن خلصناهم. المرحلة الرابعة شايفين. هذا الخنزير قوي بشوار بيض. خنزير بشوار بيض قوي. راح انتهى. اخترنا ناخذ الجائزة. اوكي نروح المشي اللي بعده اذا قدرنا نطوفه. ليفل اب، صعد الليفل مالنا. يقول بيرد باور، صارت بدال 44 46 القوة، وهيلث هانت اتاك وول بيرز انكريز، والهجوم وال يعني الهجوم هم زاد، الهيلث والهجوم يعني صاروا طيورنا اقوى بمعنى.
الآن يجب نروح تشيل القلعة. أطفي كود كيك ريك تشيلي فيلد باي 25% 25. أوكي. بنانا جوس رانك is for 75. اوكي. نرجع. راح نلعب مرحلة جديدة، ما راح نسوي تطوير. اكو بورشن تطوير، والله اذا عدنا بورشن خنطور فيدنا البورشن. انجريدينت بيزك انجريدينت كانت في كرافت ساد شانير. اوكي نرجع. ناقصني وحدة، شايفينها الحمراء، حتى اسوي بورشن. يقول تشتريها ب 12، خل اشتريها ما يخالف. الان اسوي بورشن. اعطانا 2 بورشن، فقط 2 بورشن. والان يريد 2 بعد من ذني، اذا اريد اسوي بورشن بعد بورشن. هنا 24، عندي 37، خلي اسوي بعد. سوي ما يخالف. جيد، حصلنا 4 بورشن وعدنا 2، صاروا 6. كافي الان. نرجع نروح للمشن. راح نلعب مشن. وصلنا للمشن. يقول جو 20% مور هيلث اند اتاك فور ون باتل. يقول اخذ هيلث 20% للهجوم في معركة واحدة. خنازير بقوة 23 واحنا قوتنا 46. طيب ولا باتل. طيب هذا ضعف عندي، خل اخذ له بورشن. تلقيت في بنانا جوس رانز، اي اخذ له بورشن. خل ارجع. رجع الثاني.
الآن عندي فلفل، طبعا غلط غلطانة بس ما يخالف، فلفل كان يجي بنطي الوسطاني، البطل الوسطاني، الوسطاني يضرب ضربة لكلهم، فلازم انطي للبطل الوسطاني، انطيته البطل الثاني ما يخالف. على ما تو اثنين بغوا اثنين، بغوا بس واحد. تعال يلا حصلنا جوازنا. Friendship gate. Ask your friends to open this gate for more awesome battles and treasure. يقول قل لربعك فتحون هالبوابة هاي لمزيد من المعارك والكنوز. راح نكتفي بهذا القدر حبايبي، أتمنى تكونوا استمتعتوا وياي، وإن شاء الله نكمل في الحلقة الجاية إن شاء الله. هذا أخوكم ماجد، أترككم في أمان الله.